مددت ولم تجدد الخطط الخماسية لدعم المجتمع العربي التي عرفت باسم 922. مددت الخطط من 5 أعوام لعام إضافي، ولم يتم تجديد هذا المشروع ل5 أعوام جديدة رغم حاجة المجتمع العربي لها بسبب عدم المصادقة على ميزانية عامة للحكومة. الخطط الخماسية سنت عام 2015 بهدف تقليص الفجوات بين المجتمع العربي وباقي المجموعات السكانية في إسرائيل، فالمجتمع العربي يعاني من فقر في الميزانيات وفي تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء البنى التحتية فيها. خصص لهذا المشروع 10 مليار شاقل، ورغم مرور 5 أعوام فلم يتم استغلال الميزانية بشكل كامل. بقي في رصيد المشروع 3 مليار شاقل دون استخدام، والسبب في ذلك شروط تبين أنها تشكل عقبات أمام رؤساء السلطات المحلية. القائمة المشتركة الأولى سنة 2015-2016 عملت من أجل خطة اقتصادية لصالح المواطنين العرب، خطة كبيرة حقا، ولكن بعض مليارديات الشواغل لم تصل نتيجة لحواجز معينة، إما عدم القدرة على التخطيط، وإما عدم القدرة على دفع ما يسمى بالميتشنج، أي السلطة المحلية تدفع بالمقابل الحكومة تدفع وغيرها من الحواجز. واجهت المصادقة على هذا القانون عقبات عدة في يوم التصويت. الأولى إنها أسقطت من جدول الكنيسة في نفس اليوم وأعيدت بعد أن اتخذ قرار بأن تقدم كمقترح من مكتب وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهن ومن مكتب وزير المالية إسرائيل كاتس. ومثل هذا الصراع على التسجيل ما اعتبر إنجازاً، شبهه أيضاً تسابق في القائمة المشتركة التي ترى بهذا التمديد إنجازاً مهماً. ما حدث الآن هو إزالة الحواجز وتمديد الخطة لسنة إضافية. استغلال هذه المبالغ يعني بضع مليارديات لصالح السلطات المحلية العربية، إنجاز هام للقائمة المشتركة، للجنة القضائية، للرؤساء ومؤسسات المجتمع المدني الذين عملوا معا بإخلاص، بجدية، بمهنية، وحققوا هذا الإنجاز الطيب. وخلافا لهذا الرأي، فهناك من يرى أن التمديد تم دون إضافة ميزانيات ودون أن تحقق الخطة الخماسية الأهداف المرجوة. عدم تنفيذ 922 خلال 5 سنوات هذا فشل حكومي. الحكومة فشلت عمليا تخصص ميزانيات للمجتمع العربي أقل من إيش إحنا حقين. إحنا من 400 مليار شيكل ميزانية الحكومة السنوية نحصل على أقل من 2 و3 مليار شيكل. مطلبنا إنه تكون في رفع للميزانيات للمجتمع العربي أيضا بسنة 2020 وسنة 2021. هاي حاجاتنا. تمديد 922 بدال 5 سنين 6 سنين بيعني إنه اللي بنستحقه خلال 5 سنين بنمد كمان سنة، وهذا أقل مصادر وموارد اللي إحنا بحاجة لإلها اليوم. هلاقي بحاجة لإلها للصحة، إحنا بحاجة لإلها للمناطق الصناعية. إحنا مطلبنا اليوم إنه يكون في زيادة للميزانيات كمان سنة 2020 وكمان سنة 2021. كبرت ولم تتقلص الفجوة بين المجتمع العربي وبقية المجتمعات في إسرائيل في ظل جائحة كورونا، ويبدو أن أكثر الفجوات اتساعاً هي في البناء والتعليم.